بالله من الشيطان الرجيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه أي عن العذاب العظيم الذي قال الله عنه، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. إذن ففيه عذاب عظيم توعد الله به من يعصيه، وقالها رسول الله عن نفسه: إن عصيت ربي أخاف عذاب يوم عظيم. هذا العذاب يجب أن نفهم أنه يلح عليك، يعني مهمته كده أنه يجيلك زي قطعة الحديد اللي فيها مغناطيسية، لما تجيب ناحيتها أي حاجة هي اللي تشد. إذن فنجاتك من في حاجة إلى من يصرفك عنها، من يصرف عنه. فكأن اللي ما يصرفش عنه إيه اللي يحصل؟ إيه اللي تكذبه؟ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة: وللذين ظلموا عذاب جهنم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. الله، النار من غازة تقول هاتوه، هل من مزيد؟ الله، إذن العذاب هو اللي يعمل إيه؟ واللي يلح عليك، لأن مهمة النار كده. مش كل خلق الله بيؤدي مهمة، كل خلق الله بيؤدي مهمة على الأول، والنار تؤدي مهمة. طب مهمتها إيه؟ إنها تمس العاصي، يبقى يقول لها بشر مهمتك تعمل إيه هي؟ ولذلك شوف التعبير القرآني: من يصرف عنه. يبقى إذن العذاب ده إيه؟ ملح علي، طالب له، جاذب له. يبقى في حاجة إلى إيه؟ إلى اللي يصرف عنه العذاب. من وده دليل على أننا لو ربنا حاسبنا بالعدل يبقى كل واحد منا حيمس شيء، كل واحد منا يبقى رحمته بقى هي اللي إيه؟ هي اللي بس ما بتخليها. ويعفو عن إيه؟ ويعفو عن كثير. الله، يجي نقول حتى التعبير القرآني: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا. الله، سمعوا لها شهيقا. ما هو الشهيق؟ الشهيق احنا نعرف ان هو ايه؟ استنشاق الايه؟ الهوى. استنشاق الهوى ده هي بتستنشق؟ قال لك طب مش كان يقول ده الزفير؟ ده الزفير هو اللي كاوي، هو اللي بيبقى طالع صعب. اما قال لك لا، ده هي بتشفط. هي بتعمل ايه؟ بتشفط. معنى بتشفط اهو ده الشهيق، يعني بتاخد الايه؟ الله، طب ومعنى بتشفط يا اخوي؟ يبقى معناها ان الشهيق عندنا احنا هو سبب استدامة الحياة الاولى، الاول سبب في استدامة الحياة اننا نعمل ايه؟ نتنفس. الله، احنا قلنا زمان ان الواحد يصبر عن الطعام مدة طويلة ولا لا، ويبحث ويصبر على الشراب مدة اقل شوي. طب والهواء ما يصبرش ابدا. ولذلك قلنا من رحمة الله أنه لم يملك الهواء لأحد. ليه؟ قال لك لأن لما تملك طعامي يمكن بعد شوية كده ترضى عني وأصعب عليك، يمكن أنا أحتل حيلة وأخرج، يمكن حد يحن علي ويجيب لي حاجة دس كده زي العسكري ما يجيب لي المسجون حاجة كده ويديها له. إنما طب افرض إن غضبت علي وحشت النفس، في فرصة ما قبل ما ترضى كون المسألة إيه؟ ولذلك ربنا قال: الهوى ده ما نشحمنكوا على بعض فيه، الهوى ده يبقى عندنا في ايدنا على الاول. طيب الشهيق بيديني ايه؟ بيديني الحياه. الشهيق بتاع ده بيجيب لها العصا، هي دي حياتي، هي دي مهمتي، هي دي ايه؟ مهمتي. وتميز من الغيظ. ليه تتميز من الغيظ؟ قال لك الله، مش هي وسائر الكون ما عدا الانسان والجن منفذ اوامر ربه؟ نعم. اما قال لك طب ما دام كل حاجه منفذه اوامر ربها كويس قوي، تبقى يعني مبسوطه من اللي ما بينفذش ولا زعلانه؟ لازم تبقى زعلانه قوي. تبقى ايه؟ زعلانه قوي من اللي ما بينفذش. ولذلك احنا قلنا لما جينا نتكلم عن ميلاده صلى الله عليه وسلم قلنا ايه؟ بتستعجبوا ليه ان الكون يبقى فرحان كله، السماء والارض والنجوم والمش عارف والشجر والدنيا تبقى فرحانه ليه؟ اما قال لك لان دي كلها مسخرات للتسبيح، يسبح
كل حاجة تصنيح منها، إذن طائعة بطبيعتها. فلما يبشر إن جاي رسول هيخلي الإنسان يشترك معها في أن يكون طائعا، تبقى تفرح ولا ما تفرح؟ فلازم تفرح، لازم إيه؟ لازم تفرح. وإحنا قلنا كمان إن المكان بيضج بالعاصي فيه، بيضج بالعاصي فيه، ويعمل إيه بالطائع؟ بيفرح بيه، يفرح إيه؟ يفرح بالطائع. ولذلك احنا قلنا عن عند قوله سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن قوم فرعون كم ايه تركوا من جنات ايه وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها ايه كذلك وأورثناها قوما فما بكت عليهم السماء. ما بكتش عليهم الله. طب يعني ما بكتش على فرعون وقوم، هي بتبكي على غيرهم؟ لو لم تكن تبكي على غيرهم ما جعل الله ذلك في قوم فرعون، زم لقوم فرعون، ما بكت عليهم السماء والأرض، ما بكتش عليهم الله. يا رب إذن السماء بتبكي؟ أما قال لك ايوه تبكي. ولذلك سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه راح حلل لنا اللغز ده، قال لك إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في السماء وموضع في الأرض. أما موضعه في السماء فهو مصعد عمله الطيب، الموضع ده يقول لك ما عادش هيجيني منه ايه يزعل. واما موضعه الذي يبكى عليه في الارض موضع مصلاه هينحرم من النغمه الجميله دي، ان الله اكبر الله هينحرم منها. يبقى معناها فما بكت عليهم السماء والارض، يبقى معناها ان السماء والارض لها ايه؟ لها بكاء. بكاء على مين؟ اما قال لك اللي منسجم وياه في المنهج، لان احنا قلنا ان كل حاجه في الكون ايه بتؤدي ايه مهمتها بقانون التخيير، التسيير مش بقانون التخيير. والإنسان هو اللي بإيه بقانون التخيير، يجي ولا ما يجيش، يطيع ولا ما يطيعش، يؤمن ولا إيه ولا يكفر. ولذلك إحنا قلنا لم تنقسم ولله يسجد ما في السماء والأرض من ده، ويقولك السماء والجبال والنجوم ومش عارف إيه وكثير من الناس الله. طب إيش معنى كل ديكها بالإجماع؟ كل ديكها بالإيه للإجماع، وعند الإنسان إيه اللي حصل؟ انقسمت، لأنه له اختيار، لأنه له إيه اختيار. فلما يجي الإنسان يبقى عمله صالح يبقى انسجم مع مين؟ مع الكون، الكون يبقى فرحان به. ولذلك حتى التعبير اللغوي القديم يقول لك فلان نبت به الأرض، يعني كرهته، يعني إيه كرهته، لأنه مش إيه ملوش انسجام معها في الطاعة، ملوش انسجام معها في الإيه في الطاعة. فيقول الحق سبحانه وتعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، شهيقا اللي هو إيه، وما تستبعدش دي، لأن بعض الكائنات اللي إحنا بنشوفها بيجذب البعض الآخر ولا لا، فيه كتير موجود ما تستبعدهاش. يعني من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. الله، فوز، قال لك فيه فوز بس جزئي، واحد نجح السنة في الامتحان، واحد بقى مش عارف ايه، وبعدين وانا جاله خير كده، قال لك انما دي عرضة انه يضيع. احنا عايزين الفوز المبين اللي ايه اللي حيتم بقى، ما فيش لا يسيبك ولا تسيبه. ولذلك ما الفرق بين نعيم الاخرة ومنعم في الدنيا؟ واحد عنده كل حاجة، اقول لك يا اخي ما حيتنعم على قدر امكانياته، وحيتنعم على قدر تصوره في النعيم، والتصور في النعيم مختلف. الراجل اللي في الريف عندنا ان النعيم بتاعه يبقى قدام داره مصطبه، والقلة كده محطوطة مش عارف ايه، ولما يتنقل البندر يبقى عنده اوضه جلوس كويس. النعيم تصوره مختلف، وكمان امكانيات النعيم مختلفة. فاذا النعيم اللي على قدر المنعم هو نعيم مين؟ نعيم الاخرة. وما دام بيجي نعيم الاخرة لا يفوتك ولا تفوته، يبقى ده فوز مبين ولا مش مبين؟ محيط بكل شيء تصورا واقتدارا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. شوف بقى ما هو الضر. أولا الضر هو ما يصيب الكائن الحي مما يخرجه عن استقامة حاله. انت وانت قاعد كده هو لا بتسكب حاجة في راسك ولا في عينيك ولا مش عارف ايه اسمه ايه اسمك استقامة حياتك. ساعة لا تدري بجارحة فيك اعرف انك انت على الاستقامة،
يعني اما ما تدرش بعينك اعرف انها سليمة، اما ما تدرش بودنك اعرف ان ما فيهاش عطب، اما تدرش بصدرك وعمال مش عارف يبقى كويس. اذا امتى يجي لك الالم؟ حين تدرك ان لك عينا، ساعة ما كده توجعك، الله الله الله، يبقى رحت حاطط ايدك على ايه. انما لو بتقدم مهمتها كده يمكن ولا تدرى به. إذن فاستقامة الأشياء بالنسبة لك ورتابتها قد لا تلفتك إلى شيء. يوم الحق سبحانه وتعالى يلفت أصحاب النعم بفقد النعمة في غيرهم حتى يتنبهوا إلى النعمة فيهم. ساعة أنت ما تمشي كده وبعد ذلك تشوف واحد مكفوف مثلا وعمال بيتعثر في الشارع، تقوم عدل الحمد لله، وتشوف عينك عشان يكون جرى لها حاجه، تشوفه مثلا بيعرج ولا ايه الحمد لله، وتشوف رجلك عشان الله الله. اذا انت لا تدرك نعمه الله في بعض منك الا ان رايتها مفقوده في سواك. يبقى اذا الضر دي والعمليه دي معموله ايه؟ هم قال لك منبهات للنعم، منبهات للنعم. وايضا لما تيجي في ذاتك تقوم ما تفتكرش بقى انك انت خدت خير ربنا كده في تكوينك وبعدين ايه نسيك، يقول لك يروح عمل لك شويه كده عشان تقول يا رب وتفضل بقى ايه. ولذلك يعني احوج ما يكون الانسان للرب حينما ايه تاكله ايه آفة في نفسه، يقوم ايه الاسباب ما فيش، يقوم يفزع لمين. ولذلك قال الانسان واذا مس الانسان ايه دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره برضو مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. لا، ولما يكشف عنه الضر برضو ينسي ويقول لا أصلاً كنت محتاط للمسألة وعملت كذا ورحت للدكتور فلان اللي مش عارف إيه وإيه، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، وجعل لله إيه أندادا ليضل. ولذلك ربنا يقول له طيب يا سقارون أنت إيه المال اللي عندك ده أوتيتوه على علم، يعني ده نصاحة مني وشطارة. طيب يا اخوان كانت اوتيته على علم احتفظ به على علم، يلا يا اخوان، ما هو المدام اوتيته على علم ما تحافظ عليه بقى. يبقى اذا مس الضر ما تقولش ان ده كون، ازاي ربنا يفسده بالضر ده يجيبه للناس، وانه لا بده يلفت الى نعم في الغير وفي الايه وفي الانسان. فاذا ما انسان يعني رضي وصبر ربنا يرفع عنه الضر. انما اللي بيخليه الضر يستمر لا يرضى بقدر الله فيه، ولا يرفع قضاء في خلق الله الا ان يرضى به. انت اللي بتطول على نفسك امد الايه المصائب، عايزها تترفع ارضى بها وقول هي دي الحكمه. ده لازم انا مش عارف بس كذا، انا مش عارف كذا، ساعه ما ترضى به. وربنا بيدينا نماذج، سيدنا ابراهيم ربنا عمل مش قال له ايه اذبح ابنك بقى، قال له يا ده مراحل. طب ما كان يقول له حموت ابنك، ابنه وحيد نقول له نموته تبقى مصيبه ولا مش مصيبه؟ طب غيرك يذبحه بقت مصيبه اشد شويه ولا لا؟ طب انت اللي تذبحه؟ قال لا. تبقى ايه الحكايه دي؟ ارتقاء في الابتلاء، مش يموت مش غيره يذبحه هو اللي ايه، ومش بوحي صريح بل برؤيه. يعني كان ممكن يقول ده يتمحك شوال ده ما ده رؤية منام، هي دي مش وحي منام. الله الله الله. يبقى بأهون تكليف رؤية وبأشق تكليف ابن الوحيد، ومش يموت ولا غيره يذبحه هو اللي يذبحه هو. في ابتلاء اكتر من كده؟ شوف بقى العظمة، شوف عظمة النبوة في استقبال الاوامر بتاعت الحق عشان ايه كلنا. يوم يجي هيجيب ابنه ويذبحه، مش هيذبح بسكينه وهيمسك ابنه كده ويذبحه بالسكينه. طب على ما يخلص على ابنه ما هي الخواطر التي تاتي في راس ابنه عنه؟ ايه الخواطر اللي تجيله؟ يكرهه ولا ما يكرهوش؟ ويمكن يتمكن منه هو اللي خلص عليه الاول. يوم ربنا سبحانه وتعالى يلهمه رحمة بابنه أن يشرك ابنه في استقبال الثواب بالرضا بالقضاء. يقول له يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك، عشان ما ينشغلش قلبه بالحقد عليه وهو. قال له يا أبا تفعل ما تؤمر.
يبقى اشترك وياه في الرضا ولا ما اشتركش؟ اشترك وياه في الرضا. يبقوا الاثنين خدوها ولا ما خدوهاش؟ انما هب انه لم يقل له، يبقى كان هياخد السخط الولد ده. يقوم حب ايه؟ يشركه في عملية الرضا عشان ياخد الايه؟ اسلم. فلما اسلم، لان العملية فاعل وقابل، والفاعل ابراهيم والقابل الولد، يبقوا الاثنين هم. فلما اسلم كأن كان من الممكن ان لا يسلم الولد لابيه، ويقوم يمكن في شباب ولا بتاعه يروح ولا ويقيده وعمل له بقى، انما اسلم الاثنين، ده كفاعل وده كمنفعل. فلما اسلم وتله للجبين، وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، رضيت وهتنفذ، انا ماليش يعني حظ في انني اتعبك لا انت ولا ابنك، احنا هنفتيه بذبح عظيم، ومش بس هنخليه لك لا، وهنبشرك بغلام تاني اسمه اسحاق. يبقى الرضا بيعمل ايه بقى؟ رفع القضاء وادانا ايه؟ انما احنا اللي ما بن ايه، احنا اللي ما بنرضاش وبنطول على نفسنا امد الايه، امد القضاء. انما لو ان امرا سقط على الانسان بدون ان يكون له سبب فيه، ثم استقبله من مجريه وهو ربه بمقام الرضا، يوم ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه الله. فاذا رايت انسانا طال عليه امد القضاء فاعلم انه فاقد الرضا. وإن يمسسك الله بضر، شوف بقى كلمة وإن يمسسك مش إن يضرك الله، ليه؟ أم قال لك لأن الضر من الضار اللي هيضرني، إنما يضرني على مقدار قوته. فلو ربنا عايز يضر أي عبد بقى، حد منا يستحمل القدرة بتاعته عشان ينضر بيه؟ ده مس بسيط كده، مس. إن يمسسك الله بإيه؟ بضر. وبرضو الخير برضه هيمسسك بخير، ما بديناش كل خير، لان الخير التاني مدخل لنا فيه، كل خير في الدنيا ما قاله اما ان يزول منك واما ان تزول منه، انما الخير بقى اللي يناسب صفة الحق بقاء وقدرة هو خير مين؟ خير الاخر. ولذلك بيبقي للاسباب في دنياك اشياء كثيرة، مهما ارتقى الناس في ابتكاراتهم واختراعاتهم، وانهم يعدوا اشياء بالكمبيوتر وتجيلك كده، انا عايز ملوخيه تجيلي ملوخيه، عايز باميه تجيلي باميه، عايز قهوه مظبوطه تيجي مظبوطه على الريحه دي، زرار دي وتجيلي لحد كده، نقول له ايوه برضه ممكن ممكن، بس ناس هيحضروها الحكايه دي ولا مش هيحضروها؟ ايه ها؟ بس انت غيت ما هناك ركزت الامر في انك جعلت التحضير قبل ان تطلب، انما هي اتحضرت ولا ما اتحضرتش؟ برضه اتحضرت، ما فيش اله عملت لوحدها ابدا، لا مساله عملت. طيب وبعد ذلك تعالى بقى، طيب شوف بقى، شوف بقى امكانيات الحق في انه يديك الخير مش يمسك بالخير، كل الاسباب دي مس خير مس خير مس خير مس خير، انما الخير الحقيقي امتى؟ هناك عنده ساعة ما تقعد كده، ولا تحكعك على الزرار، ولا حد يحضر لك قبلها، ولا تعمل اي حاجة، يخطر ببالك الشيء فتجده امامك. طب انت اهدى الخير، يبقى كل ما ينالنا من خير الاسباب يبقى اسمه مس خير، ما هوش الايه؟ مش الخير. ليه؟ لان الخير اللي يناسب جلال ربنا لا يزول ولا يحول ولا يتغير. وده امتى مدخره؟ لفين مدخره؟ بحر الاخر. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. طيب مدام مفيش له كاشف، يعني لما يجي الواحد ضر كده ولا اي حاجة ما يعملش ابدا اي حاجة؟ في فرق بين ان تحاول الكشف وبين الكشف بالفعل. احنا بنروح للطبيب ولا ما بنروحش للطبيب؟ انما هل الطبيب بيشفي ولا بيعالج؟ بيعالج. انما اللي بيشفي مين؟ الله. واذا مرضت فهو. ولذلك لما سأله قال له يا رب من اللي بيخلق الداء؟ قال له انا. ومن اللي بيخلق الدواء انت؟ قال له فلما الاطباء؟ قال شيء تسر به خواطر عباده. يقول لك من رحت للدكتور والدكتور اداني الدواء ومش عارف ايه، قضيه محضله، يقول لك انا قومت محامي مش عارف ايه، اي حاجه ايه تلطف المسائل لحد ما ايه. ولذلك الدكاتره اللي كويسين وعلى صله كويسه بربهم يقول ان الشفاء جاء معي لا بي، الشفاء جاء ايه معي لا بي.
ربنا حب يكرمني فجعلني جعل علاجي على ميعاد من الشفاء منه. يقوم يقول يا سلام على الدكتور الفلان، عايز ربنا يعمل له ايه كرم، زي ما واحد يوسطك في انك تقضي له حاجه. اوعى تظلم حد وتقول ما قضليش، ده عطرس عليا، ده كذب عليا. يا سيدي لسه ما انقضتش في السماء، هو هيقضي في الارض قبل ما تنقضي في السماء؟ ما تظلمش الناس، ده هو منتخرها علشان يكرم بقى واحد لما يروح يتوسط تتقضي المساله وهو رايح يتوسط، يبقى معه لا ايه، معه لا به. كذلك فلا كاشف له على الحقيقة إلا هو، إنما إنك أنت تحاول إنك تعالى يعمل. مفهوم ولا لا؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. مس الضر قدير، مس الخير قدير، يديم الخير قدير، ياخد الخير قدير. القدرة بتاعته ملهاش إيه؟ ملهاش حدود. وهو القاهر فوق عباده. الله، الله سبحانه وتعالى رتب الكون والخلق بأسباب ومسببات. يعني صح ان واحد يملك لواحد انه يعينه في وظيفة، يملك واحد يعني يوظفه، يملك لواحد انه يخدله حتة ارض يزرعها، يملك لواحد انه يسكنه مثلا. فوسائط الاسباب دي قال لك ايه، بس افهم انه قاهر فوق عباده، قاهر فوق عباده. اوعى تفتكر ان حد خد منه بواسطة الاسباب التي جعلها الله في يد انسان، لكن هو القاهر فوق ايه؟ فوق عباده. وهو القادر على ان ايه، هنا في الآية الثانية، انزل عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم بأس بعض. الله، ايش الحكاية دي؟ ام قال لك ايه، اوعى تفتكر ان ربنا حين يملك بعض الخلق اسبابا لبعض الخلق هم الذين يملكون هذه الاسباب، بل ربنا هو اللي عاملها لهم علشان بس ترتيب عمل، انما بهم لا، انما معهم، معهم نعم. ولذلك ساعة ما تشوف مثلا واحد يظلم في الكون، يوم الله سبحانه وتعالى يقول للمظلوم وللخير والله ما نمخليك انت لتنتقم لنفسك، لأن الناس الطيبين ما يقدروش يؤدبوا حد، إنما اللي بيؤدب مين؟ الأشرار اللي زيهم. يقول لك وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، إنما أنا أجل المظلوم وأجل أهل تقواي إنهم يكون لهم دور حتى في رد العدوان. أنا حسيب اللي هم يجلوا ناس زيهم، وبعدين أن ننتقم من الاثنين. ولذلك لما نقعد نستعرض أحداثنا كده في كذا من الزمن تجد إن لو مكنا الذين أسيئوا من تصرف ممن أساءوا بهم التصرف ما صنعوا فيهم ما صنعوه في بعضهم. مش ممكن، مش ممكن، لأن الرجل الطيب يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما هو سيده قال له كده، سيده قال كده، مش سيدنا رسول الله قال كده، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. برضو الرجل الطيب لما واحد يعمل فيه أي حاجة يقول له يا شيخ الله مع السلامة، إنما لا، ما ينفعش الكون كده، لازم يجي واحد يديله على دماغه وإلا ما يستشعر الفساد. إنما أنت اللي تدي على الدماغ، لا، يجي له واحد يدي على الدماغ. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، لأن القهر قد يكون قهر استعلاء وقهر جبروت وقهر سيطرة، لا، هو قاهر بحكمة. قاهر زي ما يجي واحد مثلا ابنه كان ايده كسرت وبعدين واحد راح لواحد غير خبير فيها فقعد عملها لقمها على غير ايه اصولها، يوم يجي واحد تاني يقول له لا ده الحكايه دي ويمسك ايد الواد يقول امسكوه، اصل قلبه ما يستحملش البنك، انا عايز حد يمسكه كده عشان حلو ايده ده كسرها. يبقى قهر ايه ده؟ اسمه قهر، قهر حنون، قهر ايه؟ حنون. قال لك انا قهري ساعة مقهر، مش بقهر يعني ليه؟ لان انا ما حدش بيغزني انا ابدا، انما انتوا بتغزوا بعض، انا بنتصف للمغيظ بس، انما انا حد يغدر عليه؟ اللي غدر عليا ومتعود انه يتمرد قلت له امن فكفر، يبقى متمرد ولا مش متمرد؟ طب قلت له طيع وهو عصي، يبقى متمرد ولا مش متمرد؟ طب ما دام يا اخوات تعودت على التمرد، لما اجي بقى امرضك قول لا مانيش عيان، ما انت واخد على كده، ما حدش يغضب ابدا. انا القاهر فوق عبادي حتى من كفر بي،
بدليل انني متحكم في اشياء هم ما يقدروش يدفعوها عن نفسهم. والذين تعودوا التمرد علي بان كفروا وتعودوا التمرد علي بان عصوا لما اجري عليهم احكام في غير الاختيار الشاطر يقول لا اموته باي سبب يبقى يقول لا اما متعود يقول لا بقى لا ما يقولش لا فيني انا قاهر ولا مش قاهر قاهر. وما دام الانسان منا محكوم بقوسين لا راي له فيهما ولا اختيار ولا قدره ميلاده وموته يبقى ايه يبقى يتأنزح بين الاثنين ليه بقى بلاش انزحها بين الاثنين لان الاولى مالكش فيها والثانيه مالكش ايه مالكش فيها. وهو القاهر فوق عباده ولكنه قهر ايه حكمه موضوع ايه في موضعها الحقيقي وخبير بمواطن الدقات يصلح الناس ازاي. نعم. قل اي شيء اكبر شهاده اذا كنت اذا كان الرسول هيختلف مع القوم المناوئين له الاختلاف عايزين بقى نحكم ونعمل بينه ونعمل مش عارف ايه والشهود احدى البينات مين اللي يشهد؟ ما قال لك والله بقى اللي يشهد الله هو ده الشهادة. ليه؟ أم قال لك لأنه يبقى يشهد ويحكم كمان مش بس يشهد وغيره يحكم لا ده هو يشهد وإيه؟ ويحكم. أدي الشهادة اللي لها إيه؟ إنما واحد يشهد والتاني محكم وواحد تاني يحكم نقول له لا إنما اللي بيشهد هو اللي مين؟ يحكم ويحكم اوعى تسيب يحكم وينفذ لان برضه بنشوف حكمه لما نيجي ننفذه برضه في البشر ايه برضه نزوغ ونعمل له تحاليل وبتاع لك لا شاهد ايه ويحكم ايه وينفذ يبقى دي اكبر شهاده ولا لا اكبر شهاده. قل اي شيء اكبر شهاده مش انتوا لما تامنوا بيه هتشهدوا لي ان رسول ولا بتاع اللي شهيد لي مين اللي بعتني اللي شهيد لي فانا لست في حاجه الى ايه إن كنت أنا جاي بقولهم ده فالمسألة ده حنان مني أن تكونوا مؤمنين صعبان علي فلعلك باخع نفسك على أسرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إيه لعلك باخع نفسك ألا يكونوا إيه مؤمنين. نقول له ما تنزعلش مالكش دعوة بالحكاية دي أنت تبلغ بس تبلغ فقط وبعدين إن كنا احنا عايزين نقهر على الإيمان ما حدش يقدر يكفر بنا أبدا إن قهر الله خلقه على الإيمان فلن يستطيع واحد أن يكفر به قهر الكون كله على أنه يطيعه صادع بالأمر الإنسان بس هو اللي فيه شوية اختيار. ليه؟ أم قال لك لأن إيمان القهر يثبت القدرة أنه قادر ما حدش يخرج عن قدرته ولكن إيمان الاختيار يثبت المحبة. اللي مختار أنه يؤمن ولا يؤمنش ثم يؤمن اللي مختار يطيع ولا ما يطيعش ثم يطيع يبقى دليل على انه احب الامر انما دوك صحيح له قدره يقدر يبقى فالسماء والارض والجبال والحيوانات كل حاجه مسخره يعني. انما دي اثبتت لله ايه لكن ايمان المختار بالله وهو مختار ان لا يؤمن ثم امن ده اثبت له ايه المحبه. قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به لأنذركم به أم قال لي طب هو بس إنذار ولا إنذار وبشارة؟ قال لك لأن المسألة ما دام احتاجت لنجي شهود والله هو الشاهد وبتاع يبقى في خلاف ولا مش في خلاف تبقى دي للإنذار ولا للتبشير والتبشير دوك خلاص انتهت المسألة انما الكلام ده مع مين بقى مع اللي عايز شهاده بقى وما دام عايز شهاده يبقى في خلاف وما دام في خلاف يبقى انا بقول امنهم يبقى هم بيقولوا ايه ما نامنش. واوحي الي هذا القران لانذركم به كلمه لانذركم به هذا يشمل المخاطبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يعطي له صفه التبليغ للمعاصر انما ما اداش امتداد التبليغ لغير المعاصر. قال ومن بلغ لانذركم به ومن بلغه هذا القران ولذلك اللي يبلغ شيء من القران كانه راى صلى الله عليه وسلم
اللي يبلغ شيء من القرآن كأنه رأى مين؟ صلى الله عليه وسلم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، لأنه يشهد ويحكم وينفذ. شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. لأنذركم، وأنذر مين؟ من بلغ. بس هنا ومن بلغ ما نقدرش نقول لأنذركم، هيبقى منزل اللي مثلكم من من بلغه، ويبقى برضو داخل في البشارة لمين؟ لمن يؤمن به. ثم يرد عليهم الأمر ليجيبوهم من عند أنفسهم. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ سيبنا من الحكاية دي، أنا عايزين نسألكم سؤالهم، أنتم بتشهدوا أن مع الله آلهة أخرى؟ طب كيف يأمنهم على الجواب؟ بيقول لهم أنتم بتشهدوا أن مع الله آلهة أخرى؟ ده سؤال. أم قال لك سؤال، ده سؤال إنكاري. طب ليه إنكاري؟ قال لك لأنه حين يتوجه السؤال إلى الخصم، ده دليل على أن السائل واثق بأنه لن يجد جوابا إلا بالنفي. زي ما قلنا زمان إن واحد بيقول لك أنت ما عملتش فيا جميل طول عمرك، يقول له ألم أخذ بجانبك يوم كذا؟ ألم أعطك كذا؟ الله، أنت تقول له هذا متى؟ إذا كان هو لما يحب يجاوب مش هيلاقي إلا يقول له أيوه أيوه أيوه، يبقى إقرار منه مش إخبار منك. يبقى إدارة الأمر على استفهام المستفهم يبقى أقوى من إخبار المتكلم، لأن إخبار المتكلم يمكن يقول لك ده بيدعي علي، يقول له لا إحنا هنخليه هو اللي يتكلم. يجي مثلا ولد يشتكي اخوه يقول له انت، هو خدني وياه في البندر نتفسح وما غدنيش وما مدنيش مصروف، وبقى هو يركن كده ويصرف منه، يقول له تعالى يا ابني احنا مش الم ندخل المكان الفلاني ونتغدى فيه؟ بيلقي له هذا السؤال ليه؟ لانه واثق ان الولد مش هيقدر الا انه يقول ايه ايوه. طيب انا وانا رايح الحته الفلانيه قلت لك انا رايح الحته الفلانيه ما ادتكش، ألم أعطيك جنيها وقلت لك أنت شوف الحاجة اللي في نفسك؟ يبقى إذن لا يطرح السؤال إلا وهو إيه؟ واثق من أن الجواب لا يكون إلا إيه؟ إلا بما يحبه، ويبقى مش إخبار من المخبر، لا ده إقرار من المتحدث عنه. ولذلك إن الحق سبحانه وتعالى ما يعرض الصورة دي حتى مع رسوله، يقول له ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الله، نقول يا اخي طب هو ده سيدنا النبي اتولد عامل فيل، وهو كان شاف يعني شافش حاجه، ان كان شاف شاف مش بوعي لانه صغير لسه اتولد عامها. طيب ما دام اتولد يقول له الم ترى؟ يقول له لا، لان الله حين يخبره يقول له اجعل خبري انا فوق رؤيتك انت. قلت لك خلاص انا قلت يبقى نعم. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ ولذلك لما ينزلهم يقول لك إيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله، يبقى إذن المتقرب إليه في الحقيقة مين؟ يبقى الله. لما ينزلهم يروحوا إيه؟ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل أنت من جانبك لا أشهد، قل إنما هو إله واحد. ليه؟ الحق سبحانه وتعالى يعطيها في صيغة استفهام، لأن المنطق الطبيعي أن يديروا على رؤوسهم الجواب فلا يجدون إلا الجواب المؤيد لقول الله. إنما هابل إن واحد متبجح بقى أقول لك لا، يقول قولوا اللي أنت تقولوه، إنما أنا أشهد أنه إله واحد. الله الله، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد، وإنني بريء مما تشركون. الحق سبحانه وتعالى يتكلم مع الجماعة اللي كانوا يعبدوا الأوثان، لكن أكان الأمر أن الدعوة الإسلامية واجهت بس كفار قريش؟ هي واجهت كفار قريش صحيح، إنما واجهت قوما آخرين بيقولوا إن إحنا على صلة بالسماء،
أهل الكتاب. يبقى إذن الميدان اللي بيحارب فيه سيدنا رسول الله كان ميدانين اثنين، الميدان الأول اللي هو الإيه؟ المشركين، الميدان الثاني اللي هو أهل الإيه؟ أهل الكتاب. حق سبحانه وتعالى قلنا أنه حينما يترك الأمة لنفسها ثقة بأن فيها خمائر إيمانية ترد العاصي عن معصيته، فإن امتنعت هذه الخلية الإيمانية اللوامة يعني في الناس يقوم يسيبها للمجتمع، إن واحد عمل سيئة يبقى المجتمع إيه؟ طب وصل المجتمع بقى كله بقى كده يوم يجيب ايه؟ رسول بقى يقول السماء تتدخل برسول جديد بمعجزة بأشياء يلفت بقى إلى السماء لفت علوية بقى، يبقى لا النفس ما عادتش، المجتمع ما عادش، يبقى السماء لازم ايه؟ تتدخل. أترك الله سبحانه وتعالى تدخل السماء كده يجي يفاجئ الناس؟ قال لك لا، ده عملها من مبادئ كل دين يسبق دينا، ان ينبه على اي رسول يجي بدعوة ان هو يكون يقول للقوم ان هيجي رسول بعد، علشان يبقى عندهم استعداد للطارئ الجديد، فلا يظنون ان مدعيا اقتحم عليهم قداسة دينهم، بل يبقى عندهم فكرة ان ربنا قال لهم ايه. لكن امة محمد لم يأتها هذا، يبقى دليل على انها ايه الحكاية ايه قفلت، ولذلك كان دينا ايه. يبقى الاديان التي سبقت الاسلام يبقى لازم يكون عندها خبر بمجيء هذا الدين ولا لا؟ قال لك ده مش خبر بس، ده نعوت واوصاف، بحيث لو انهم اخرجوا انفسهم عن سلطتهم الزمنية التي يحبون ان يظلون فيها كان امنوا بالرسول، لان عبد الله بن سلام لما قال له لقد رأيته حين عرفته، وعرفته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد، لأنه هو بيحكم بابنه أنه ابنه بظاهر الأمر، لما قد يكون مش ابنه، قد يكون، قال لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي إيه ومعرفتي لمحمد أشد. طب إيه من الخيبة اللي جت ليه دي؟ قال لك ده هم نفسهم هم الذين كانوا سببا في نصر رسول الله بالمدينة. شوف الغباء ليه؟ لأن كان في المدينة الأوس والخزرج، والأوس والخزرج من زي قريش بتوع أصنام ووثنيين، وكان تملي اليهود يؤرسوا بينهم العداوة، علشان إيه؟ علشان ده يستنصر بيهم وده يستنصر بيهم، وده يعوز سلاح وده يدلوا سلاح وده يدلوا فلوس وده يدلوا، عايشين على الحكاية دي. فلما كانوا النفس الإيمانية تصفو يوم يجادلون، والمصلحية تنام شوية يوم يجادلون الوثنيين دول، يقول لهم ده قرب مجيء نبي منكم سنؤمن به ونتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. امتى يقولوا الكلام ده؟ لما الصحوة الإيمانية تيجي فيهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ليه؟ لأنهم وجدوا أنفسهم سلطتهم الزمنية إيه؟ طب لما الأوس والخزرج سمعوا منهم إن فيه نبي أطل زمانه وحنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم، لما سمعوا بمبعثه صلى الله عليه وسلم في مكة قالوا لعل هذا هو النبي الذي توعدتنا به يهود، نعمل ايه؟ يلا نسبق اليه علشان نؤمن احنا قبلهم بيه احسن يعملوا فينا اللي كانوا عاملينه. يبقى هم السبب ولا مش السبب؟ هم اللي السبب. شوف الغباء بتاعهم جه ازاي. الله. اذن فلا كان ولا بد ان يقول ان محمدا صلى الله عليه وسلم لم يقتحم العالم بهذا الدين، بل كل من له صلة بالدين يعلم مجيئه ويعلم مبعثه ويعلم صورته ويعلم نعته ويعلم أنه الرسول الخاتم الذي ختمت به أخبار السماء إلى الأرض، يبقى ما اقتحمش على الدنيا. فجاب الحكاية دي لأن من الجائز يقول لك إذا راح للجماعة اللي ما عندهمش دين ولا عندهم رسول ولا عندهم حاجة واستلبخهم وبتاع، لا يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
شوف بقى اللي بيعرف ابنه اللي كل ساعة يبص في شكله بقى والصورة بتاعته مرتسمة في ايه؟ مرتسمة في ذهنه ولا تغيبش. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. خسروا أنفسهم، قال لك ما هي الخسارة أولا؟ الخسارة أن احنا نيجي لرأس المال وينقص، يضيع أو ينقص، هي دي الخسارة. والكسب أن رأس المال يجيب زائد. طب خسروا أنفسهم، أم قال لك أيوه، لأن النفس البشرية كان يجب أنها تحرص على إيه؟ منفعة روحها. يقوم تيجي علشان تنفع روحها في زمن ينقضي تقوم تمنع عن نفسها خير سيأتي. يبقى خسروا ولا ما خسروش؟ يبقوا خسروا. إن خدوا السلطة الزمنية دي سلطة مآلها إلى إيه؟ إلى زوال. وبعدين تيجي الخيبة الكبيرة، الخيبة الكبيرة دي بقى أنت خسرت نفسك. إزاي؟ أم قال لك عشان يعلمنا بأن من آمن فإنما آمن لنفسه. إياك أن تفهم أن قولك لا إله إلا الله سند عرش الله أن يهتز. فالله لا إله إلا هو، قلتها أو لم تقلها. يبقى المسألة بتاعتك أنت. فشوف إله بيتعبدنا بمصالحنا احنا مش بمصلحته. ليه؟ أم قال له لأنه بصفات الكمال خلق كونه. اللي خلق الكون ده اللي خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يبقى إيه؟ يبقى بكل صفات الكمال، قدرة مش كده؟ وعلم وحكمة، الله كل دي بها خلق الخلق. يبقى مش عايز حاجة من الخلق بقى، لأن صفات الكمال بها إيه؟ خلق الخلق. وما دام بصفات الكمال خلق الخلق فالخلق مش هيديله صفة كمال ما كانتش عنده. ليه؟ لأنه بصفات الكمال خلق الإيه؟ يبقى إذن المصلحة تعود على مين؟ تبقى المصلحة تعود عليكم. أنا أريد أن خلقي وكوني يبقوا كويسين كده ويبقوا عال قوي، ولذلك أنا أدت لهم مقدمات الحياة وعمل لهم كمان في الآخرة نعيم لمن يحسن استقبال إيه؟ استقبال استعمار الحياة، إنك تعمرها تعيش فيها كويس تعمل مش عارف إيه. ولذلك أنا يهمني أن يقولوا لا إله إلا الله. المهم أن توجد طائفة تقول لا إله إلا الله وتأخذ من الله حكما يسير حركة الحياة في الأرض. وما دام أحكامه تسير حركة الحياة في الأرض يبقى ما يهمش بقى اللي آمن آمن واللي ما آمنش ما آمنش. المهم أن توجد طائفة تفرض نظام الله في كونه. وما دام تفرض نظام الله في كونه يبقى الكون ماشي إيه؟ ماشي على نظام مستقر ثابت متساند لا متعاند. وبعد ذلك يؤمنوا بأني إله ولا مش إله؟ أنا مش عايز إيه؟ أنا مش عايز الحكاية دي. يبقى اللي ما يأمنش يبقى خسر مين؟ يبقى خسر نفسه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.